السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم مجددا. إذا أصدقائي، صديق متابعي القناة قام بإرسال لي هذه الدراجة تروتينيت لكي أقوم بإصلاحها إن شاء الله. مشكل هذه الدراجة أصدقائي كان في المحرك، كان يعطي ضجيج، صوت غير طبيعي. قمت بإصلاح هذا المشكل، والآن سوف أقوم بتثبيت هذه البراغي إن شاء الله بإحكام. إذا لاحظوا معي الآن، لاحظوا أصدقائي السرعة، إذن الحمد لله قمنا بإصلاح المشكل الذي كان في المحرك. وقام بإرسال لي بطارية بدراجة كهربائية تقريبا مثل هذه الدراجة، إذن سوف أريكم البطارية. إذن هذه هي البطارية، هذا هو شكلها. إذن أصدقائي، على ما حكى لي بأن البطارية لم تشحن، يعني يقوم بوضعها في الشاحن، يعني تمر 5 دقائق أو 6 أو 7، يعني تكون باللون الأحمر تتحول إلى الأخضر والبطارية فارغة لا تشحن. إذا ما قمت بفتح البطارية أصدقائي وجدت هذا البيمس كما تلاحظون، يعني لاحظوا هنا يعني اتصال، حتم اتصال هنا في هذا المصفط وهذا المصفط، حتم. إذا أصدقائي بالنسبة لهذه العملية، عندما تنتهي مدة صلاحية للبيمس يقع بخلل في هذه الأيسيات أو هذه المصفطات، علينا أن نقوم بتغيير البيمس ولا نعمل مثل هذا العمل. فهذا العمل أصدقائي فهو يخرب لنا البطاريات، ولربما يقع لا قدر الله احتراق في البطاريات وإلى آخره. إذن هذا البيمس أصدقائي دوره هو تنظيم يعني شحن البطاريات، يعني ينظم لنا شحن البطاريات، وحتى التفريغ يقوم بتفريغ لنا البطاريات بانتظام. وعندما نقوم بعمل مثل هذا العمل، يعني كأن البيمس ليس له أي دور، نقوم بشحن شحن عشوائي للبطاريات، ونقوم بتفريغ البطاريات بشكل عشوائي. شكل عشوائي أصدقائي هو أن البطاريات عندما تشحن بشكل عشوائي، يعني يمكن أن البطارية واحدة تصل إلى مثلا 3.8 فولت والأخرى 3.5، وفي الأخير لم يكون يعني هناك يعني توازن بين البطاريات، مفهوم أصدقائي؟ إذن في هذه الحالة أصدقائي علينا أن نقوم بتغيير البيمس، من الأفضل ولا نعمل مثل هذا العمل، فهو يؤثر لنا على البطاريات. وهذه أصدقائي هذه المصفطات عليها أن تعمل بشكل طبيعي لكي تقوم بفصل الكهرباء عندما يقوم يكتمل الشحن. إذن في هذه الحالة يعني لربما يقع مشاكل أخرى. إذن أصدقائي، هذا البيمس 36 فولت، تلاحظون 10 أمبير. إذن سوف أقوم بتركيب بيمس آخر كما تلاحظون، هذا البيمس 10S 15 أمبير، إذن هذا قوي من هذا، هذا يتحمل حتى 15 أمبير. لاحظتم وحجمه فهو صغير،
إذا هذا هو الكول للتوصيلات للبطارية. إذا أصدقائي سوف أقوم بتركيب هذا البيميس، وقبل قبل توصيل الأسلاك علينا أن نقوم بفحص البطاريات. نقوم بإزالة البطاريات من هنا، ووجب علينا أن نقوم بالتأكد من سعة البطاريات. نتأكد من سعة البطاريات هل هي جيدة أم لا قبل تركيب الأسلاك للبيمس. إذا قريبا إن شاء الله سوف أقوم بعمل فيديو آخر إن شاء الله على طريقة استعمال هذه يعني هذا الجهاز الجهازين، يعني كيف نقوم باختبار سعة البطارية، وسوف أعمل لكم فيديو آخر إن شاء الله على هذا الجهاز هذا أصدقائي. فالبعض أصدقائي فهو يعتمد بعض التقنيين يعتمد على المقاومة الداخلية بهذا الجهازين. هذه الجهازين أصدقائي لا نعتمد عليهم من ناحية المقاومة الداخلية، بل نعتمد عليهم بالنسبة لسعة البطارية الأمبير للبطارية. والمقاومة الداخلية لا يعطينا القيمة الصحيحة يعني قيمة الريزيستانس، يعني المقاومة الداخلية لا يعطيها يعني بقيمة صحيحة، يعني هادو خاصين بسعة البطارية أمبير، وهذا الجهاز فهو خاص بالمقاومة الداخلية والفولتاج كما تلاحظون هنا الأوم وهنا فولتاج. إذا إن شاء الله قريبا سوف أعمل لكم فيديو لهذا الجهاز. إذا يوجد هنا كابل سوف أريه لكم مثل هذا أصدقائي، هذا هو الكابل، من خلاله نقوم بقياس القيمة الداخلية للبطاريات. بالنسبة لسعة البطارية أصدقائي فأنا أعتمد على هذا النوع أوبيس، فهي يعني معروفة عالميا، وليتوكالا 500، أعتمد على هذا الاثنان. وبالنسبة لليتوكالا 12 فهي غالبا أقوم بشحن البطاريات، وهنا ليتوكالا 600 فهي ذكية بها ميزة عديدة سوف أشرح هذا في فيديو آخر إن شاء الله. إذا أصدقائي إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.